الافضل انك تديري تدي في البيت او كل شيء في المناسبات العلميه اللي تديها تحت شعار معا لبحر البلاستيك. نظمت يعني عمليه نظافه بحي المسمى برقوقه بمدينه عينتيم الشنك، وكذلك نظمنا معرض للجمعيات التي تعمل في نشاط حمايه البيئه خصوصا من مكافحه التلوث البلاستيكي. بالاضافه الى ذلك اشرف السيد ولي الولايه على انطلاق عمليه جمع البلاستيك في حي التونسي وحي الزيتون، ويعني ما زالت العمليه متواصله خصوصا عمليه التنظيف في حي برقوقه.